السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإندونيسي والمغربي مستجدات الأوضاع في غزة. لتقديم رؤية شاملة عن مجالات الصناعات اللوجستية، الرياض تحتضن أكبر تجمع للقطاعات الصناعية في الشرق الأوسط. وتتابعون أيضا في النشرة، المسجد الحرام والعاصمة المقدسة يشهدان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. أهلا بكم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ و150 عضوا لمدة 4 سنوات، وتعيين الدكتور مشعل السلمي نائبا لرئيس الشورى، والدكتور حنان الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى. مجلس الشورى كيان مهم كأحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم في المملكة، للعب دور بارز في خدمة الصالح العام والمجتمع. مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من المهام المنوطة بالمجلس مع إبداء الرأي نحوها، كما يراجع القوانين والتشريعات المقترحة مما يضمن توافقها مع احتياجات المواطنين. ومن الصلاحيات الممنوحة للمجلس مراقبة الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ السياسات العامة لضمان تقديم الخدمات بفاعلية وجودة عالية لكافة أفراد المجتمع. مجلس الشورى جهودا متواصلة مع كافة الأجهزة الحكومية في جميع المجالات، دعما لعجلة التطور والبناء والنماء. وضمن المهام المنوطة بالمجلس إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، ومع دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح ما يراه بشأنها. ويسعى مجلس الشورى لتحقيق الصالح العام وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار بفتح نافذة لهم لإرسال مقترحات في مجالات متنوعة وأفكار لتعديل الأنظمة أو معالجة الفجوات القانونية بما يساهم في تحسين حياتهم وتحقيق التنمية والرفاهية للمواطن. ويواكب المجلس الحراك التنموي لرؤية 2030 بتشريعات وقرارات تدفع بعجلة تحقيق المستهدفات والوصول إلى الريادة العالمية في كافة المجالات، كما يساند الدبلوماسية السعودية بتطوير العلاقات مع الدول في شتى أنحاء العالم عبر التواصل مع برلماناتها والتكتلات الإقليمية والعالمية متعددة الأطراف. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة. كما بحث وزير الخارجية مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية بهدف استعادة كافة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف التنسيق المشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. تم
ترأس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، ترأس اجتماع مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، وهنأ رئيس المجلس الأعضاء بتعيينهم بتشكيله الجديد متمنيا لهم التوفيق ومثمنا ما تحظى به دارة الملك عبد العزيز من دعم ورعاية من قيادة المملكة باعتبارها المرجع الأساس لتاريخ المملكة وتراثها. تستضيف الرياض اليوم فعاليات المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية 2024، ويهدف المعرض إلى دعم دور المملكة في التطور اللوجستي المحلي والدولي بما يتوافق مع رؤية 2030، كما يسعى إلى توحيد الصناعة اللوجستية بأكملها في مكان واحد، بالإضافة إلى عرض مجموعة كاملة من الخبرات والابتكارات الصناعية لتصبح المملكة محورا مركزيا في صناعة الخدمات اللوجستية لسنوات قادمة. في خطوة تهدف إلى دعم دور المملكة في التطوير اللوجستي المحلي والدولي، تستضيف الرياض فعاليات المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية 2024. المعرض يسعى إلى توحيد الصناعات اللوجستية إضافة إلى عرض مجموعة كاملة من الخبرات والابتكارات الصناعية لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي ودولي. المعرض يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمختصين في مجال اللوجستيات، مما سيساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني. يقدم المعرض رؤية شاملة عن مجالات الصناعة اللوجستية مع استعراض أحدث المنتجات والخدمات في مجال المخازن والخدمات اللوجستية. رحلة المملكة نحو المستقبل انطلقت لتصبح قوة صناعية رائدة ومركزا لوجستيا عالميا وفرصة نوعية وتوقيتا مثاليا للدخول في المنافسة العالمية. انطلق اليوم في الرياض معرض الأخشاب السعودي في نسخته الأولى بمشاركة أكثر من 130 عارضا يمثلون 30 بلدا، ويضم المعرض أكثر من 7000 من المقاولين والبنائين والمطورين والاستشاريين والمهندسين المعماريين ومصمم الديكور الداخلي ومصنع الأثاث. ويعد معرض الأخشاب السعودي حدثا محوريا لصناعة الأخشاب من خلال جذب الشركات المحلية والدولية وتوفير فرص تعزز نمو الصناعات المتنوعة في المملكة. تحت شعار الأسرة والإرشاد الأسري تتواصل في الرياض أعمال منتدى الأسرة 2024 بنسخته السابعة، وتشهد أعمال اليوم الثاني للمنتدى عدة جلسات وورش تسلط الضوء على الإرشاد الأسري بوصفه أحد أهم الوسائل الوقائية والنمائية لمساعدة الأسر على التغلب على التحديات وتحقيق توازن أفضل في ظل المتغيرات المتسارعة، إضافة إلى تعزيز تكامل القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي لدعم الأسرة. أكد رئيس نيابة الأسرة والأحداث وليد الحسن بأن النيابة قامت بتطبيق الإرشاد الأسري من خلال لجنة الصلح الجنائي، مشيرا أنه تم خلال 3 سنوات حل 65% من القضايا عن طريق الإرشاد الأسري. طبقنا الإرشاد الأسري من خلال الصلح الجنائي. لكم أن تتخيلوا خلال 4 سنوات عدد القضايا اللي عرضت على هذه المكاتب يفوق 73,000 قضية، الذي ولله الحمد نجح فيها المصلح في تقريب وجهات النظر وإنهائها هذا الخلاف 65% من تلك القضايا. فإذا افترضنا أن 65% من هذه القضايا كان سيحال إلى المحاكم وستتوسع هوة الخلاف داخل الأسرة. احنا نتمنى حقيقة أن يكون الإرشاد الأسري هو خط الدفاع الأول للأسرة. زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ميناء ليماسول، يرافقه وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصية السيد أليكسيس فافيديس، ووزيرة الدولة للشأن البحرية سيدة مارينا هاتكي مانوليس والوفد المرافق معه. واطلع الجاسر خلال زيارة الحاويات
واستقبال سفن الشحن والبواخر السياحية. هذا وبحث وزير النقل مع وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي أليكسيس فافيديس، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتم مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. استعرض وزير الصناعة بندر الخريف مع وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة الدكتور تان سي لينغ، استعرض الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة، حيث أبرز الخريف خلال اجتماع أهمية المملكة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا ومواردها الطبيعية الوفيرة والمتنوعة. وقد بحث الطرفان استكشاف السبل لبناء رأس المال البشري في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة بين المملكة وسنغافورة. احتفت رابطة العالم الإسلامي بقراء القرآن الكريم وحفظته بمبادرات تاريخية نوعية انطلقت من مدينة دار السلام في تنزانيا بحضور رئيسة تنزانيا الدكتورة سامية حسن والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى. وأقيمت مبادرات الرابطة التي شهدت حضور أكثر من 60,000 من أرجاء أفريقيا في ملعب دار السلام الرئيس جنبا إلى جنب مع جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم للفتيات، وبمشاركة كبيرة يتقدمهم مفتي تنزانيا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور أبو بكر بن زبير. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن الاهتمام الكبير الذي توليه رابطة العالم الإسلامي بقراء القرآن الكريم وحفظته، ينضم معنا الأستاذ خالد حسن عبد الكافي المدير العام لشؤون الإقراء في رابطة العالم الإسلامي. أهلا بك أستاذ خالد، أحييك لهذه النشرة. حدثنا أكثر عن مبادرات الرابطة النوعية بهذا الخصوص. حياك الله أخي، الله يعطيك العافية. أهلا بك. رابطة العالم الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى تولي أهمية كبيرة لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لذلك هي تقوم بمبادرات مختلفة حقيقة من أجل خدمة القرآن الكريم والسنة. ومن تلك المبادرات مثل ما ذكرتم اللي هو المسابقات القرآنية، فقد قدمت الرابطة مسابقات الأولى من نوعها، يعني قبل هذه المسابقة التي حدثت يوم السبت هذا الماضي قدمت كذلك مسابقات تعتبر الأولى من نوعها مثل مسابقة النخبة القراءات العشر الكبرى وغيرها حقيقة من المسابقات، وستقدم بإذن الله تعالى كذلك مسابقات مختلفة. وركزت هنا الرابطة على الجانب الذي فيه وجدت عدم تواجد بشكل كبير في هذا العالم الفسيح، وهو جانب الفتيات، فاهتمت بهذا الجانب وركزت عليه في هذه المسابقة. وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت الرابطة أن تقدم المسابقة الأولى من نوعها للفتيات على مستوى العالم كأضخم مسابقة لأهمية دور المرأة وعظم مكانتها وتمكين حقها المشروع، وفق يعني حتى ما أقرته وثيقة مكة المكرمة لدى الرابطة. فلذلك يعني مسابقة خاصة للفتيات الحافظات القرآن الكريم. أي نعم، هذه المسابقة هي مبادرة من الرابطة، وقد قامت يعني المجلس الأعلى في تنزانيا بعمل التنظيمات المطلوبة في هذه الأمور، وأولت الرابطة الاهتمام الكبير لهذه المسابقة من ناحية الرعاية ومن ناحية كذلك كل ما تحتاجه هذه المسابقة وجوائز وما شابه ذلك. نعم أي نعم، وكان لها سبحان الله الأثر الكبير في الحضور من النساء الذين تقاطروا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه المسابقة، وهذه طبعا أحد المبادرات، لكن هناك مبادرات أخرى. يعني المبادرة الثانية يعني عفوا المقاطعة فقط، يعني هي خاصة بأفريقيا قارة أفريقيا هذه المسابقات والمبادرات، أم يعني تستقطب كل الحفظة من أي دولة من العالم؟ لا كل الحفظة من دول العالم.
يعني كل الحفظة من دول العالم يتقدمون، ثم بعد ذلك تحدث التصفيات إلى أن خرجوا بالفائزات في هذه المسابقة. جيد. لكن أريد أن أحدثك أيضا عن مبادرة ثانية قامت بها الرابطة العالم الإسلامي في هذا المكان الضخم العظيم. أيضا اهتمت الرابطة في الحافظات في المقرأة التقنية العالمية. الرابطة العالم الإسلامي تقدم في المقرأة التقنية العالمية الإقراء عن بعد، والمجلس العالمي لشيوخ الإقراء أقر بأن لابد أن يكون هناك جزء للمسافة، بحيث أن المعلمة تلتقي مع طالبتها حتى ولو كان جزءا واحدا، حتى تعطيها السند المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعتبر وفق الضوابط التي اعتمدها المجلس العالمي لشيوخ الإقراء. فأقبلوا الحمد لله هؤلاء الحافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأكملوا جزء المسافة، وأيضا كانوا ممن تم تكريمهم في هذا الحدث العظيم. ما شاء الله. أيضا من المبادرات التي قدمتها الرابطة ألا وهو يعني تكريم كبار القراء، نخبة من كبار القراء حول العالم. قامت الرابطة بتكريمهم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمد زكي الحسداني، يستحقون التكريم ولا شك. محمد أيوب والشيخ علي جابر، أسماء ارتبطت كثيرا بالذاكرة. يعني وهناك طبعا غيرهم من الأسماء، لكن أدركنا الوقت كثيرا، يعني اعذرني للمقاطعة، وتأكيد يعني يعكس كل هذه الجهود الحضور الكبير الذي وصل إلى 60,000 أيضا، وبالتأكيد له مردود إيجابي ويحث أكثر على الأعطاء. كل الشكر للأستاذ خالد حسن عبد الكافي المدير العام لشؤون الإقراء في رابطة العالم الإسلامي، متحدثا عن الدور الكبير الذي تمارسه الرابطة رابطة العالم الإسلامي بالاهتمام بقراء القرآن الكريم وحفظته من خلال مبادراتها النوعية. شكرا لك. نشرتنا مستمرة من قناة السعودية، ولكن بعد فاصل قصير. بالجامعة ليش؟ كيفي وش الله حادك؟ كيفي سميها وظيفة. كيفي كي بوب من جدك؟ مي معمية ما تخاف كيفي، الله هذه موهبة. كيفي سلامات يا بوي، من متى القهوة بعلبة؟ كيفي عندما تحلم بإيطاليا فإنك تبحث عن أكثر من مجرد وجهة، أنت تبحث عن الموضة التي تبهر العالم، عن أطباق لطالما رغبت بتذوقها، عن دفء يجعلك تشعر بالانتماء. ماذا لو كل ما تبحث عنه يمكنك أن تختبره قبل أن تصل إيطاليا؟ إيتا إيرويز، A sky full of Italy. هلا بحبايبي الأكيلة، معايا التيشيرتات الحلوة هذه. مين اتحداني نسخهم كذا ببقع؟ صعب تنظيفها. أنا لسه ما شفتوا شيء، بس لا تقلقوا، ما في بقع تصعب على فنش. مقدار واحد من فنش مع مسحوق الغسيل، وشوفوا قوة تركيبة فنش بالأوكسي أكشن، كيف تقدر تشيل البقع اللي مسحوق الغسيل لوحده ما يقدر يشيلها، ويحافظ على الألوان كمان. دقي فنش اليوم انت سويتها اليوم اخذ سنترم واخذ خطوه للامام للعنايه بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الالف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم اكيد سويتها.
أهلا بكم وحيكم من جديد. هطلت اليوم أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة والمسجد الحرام، وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه إلى أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها محافظة جدة وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول، تستمر حتى الثانية من صباح الغد. وللحديث أكثر عن هذه الحالة المطرية المتوقعة ينضم إلينا الزميل عقيل العقيل، المحلل في المركز الوطني للأرصاد. أهلا بك عقيل. يعني كما جاء أن هناك إنذارا أحمر يعني أطلقته أو أطلقه المركز الوطني للأرصاد على مناطق مكة والمدينة وعسير ونجران، ما المتوقع بإذن الله؟ أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل اليوم صدرنا إنذار أحمر قبل الحالة الجوية التي تأثرت بها مكة المكرمة كمدينة وشملت الحرم المكي الشريف. هذا اليوم هطلت الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة، شملت الحرم المكي الشريف، خاصة بعد ساعات صلاة المغرب كانت الأمطار أكثر غزارة في منطقة الحرم المكي، صاحبها الرياح الهابطة شديدة السرعة حقيقة في منطقة الحرم المكي الشريف، وهذه السحب تحركت أو تكونت على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، ومن ثم تحركت من الاتجاه الشرقي إلى الاتجاه الغربي، وبالتالي تأثرت بها محافظة جدة وهطلت الأمطار الغزيرة أيضا على محافظة جدة، وصاحبها الرياح الهابطة شديدة السرعة على المحافظة خاصة الأجزاء الشرقية من المحافظة. ما تزال السماء ملبدة بالغيوم وما تزال السحب الركامية الرعدية متواجدة، من المتوقع إن شاء الله تعالى استمرار هذه الحالة الجوية حتى منتصف هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى مع تقدم ساعات الصباح تعود الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الحالة الجوية كانت تتكرر خلال الأسابيع السابقة وتزداد أحيانا غزارة كما شاهدنا على منطقة المدينة المنورة وعلى منطقة مكة المكرمة ومنطقة جازان، وهذه الفترة من الفترات الانتقالية ما بين انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ودائما في الفترات الانتقالية تكون الحالات الجوية نوعا ما شديدة. يعني من ذلك أن الحالة طبيعية يعني ومتوقعة يعني حتى في فترات سابقة ربما من عوام سابقة يعني مشابهة لذا. هذا صحيح. نعم. هذا صحيح عبد الله. احنا سبقا سجلنا في شهر اغسطس وهو يعتبر من اشهر الصيف. نعم. هطول امطار غزيره على مكه المكرمه، سجلات المركز الوطني للارصاد تشير الى ان هذه الحالات الجويه تتكرر بشكل غزير ايضا خلال فصول الصيف على منطقه مكه المكرمه، ونحن الان تقريبا في ثاني ايام فصل الخريف ارصاديا، لهذه الحالات الجويه ايضا تتكرر خلال هذه الفتره من السنوات حسب سجلاتنا. نعم. يعني وعلى حال يعني كما جاء من تعليم مكة وتعليم جدة أن الدراسة قد علقت يوم الغد الثلاثاء، وتم تحويلها عن بعد في جدة ورابغ وخليص، وأيضا مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها الجموم بحرها الكامل قد علقت الدراسة بها يوم غد الثلاثاء وتم تحويلها عن بعد. ماذا عن المناطق الأخرى عقيل؟ يعني في الأيام القادمة أيضا هناك يبدو لي تنبيهات أخرى عن حالة مطرية ربما تشمل المنطقة الشرقية الرياض وما إلى ذلك. يعني المنطقة الشرقية والرياض يكون هناك احتمالية لهطول أمطار خفيفة أو متفرقة، بالذات على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية منطقة الرياض والمحافظات الإدارية الغربية القريبة من منطقة مكة المكرمة، تظهر بها بعض التشكيلة من السحب الخفيفة المتفرقة. لكن يجب الأخذ بالاعتبار أن هذه الحالات الجوية شدتها تتركز هذه الفترة على منطقة المدينة المنورة، جنوب منطقة تبوك، منطقة مكة المكرمة، المرتفعات بها والمناطق التهامية مثل مكة المكرمة والسواحل مثل محافظة جدة ومنطقة الباحة ومنطقة جازان وعسير. كل الشكر عقيل العقيل المحلل في المركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك. تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 173 ألف بلاغ يتعلق بالأعراض الجانبية للأدوية، وأوضحت الهيئة أن الأعراض الجانبية المسجلة طبيعية ومتوقعة ومذكورة في النشرة الداخلية للدواء،
ولا تؤثر في استخدام تلك الأدوية، وتتيح للهيئة وضع التصور الدقيق لمدى انتشارها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها. عقد مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته 19 اجتماعه الأول، وتم خلال الاجتماع انتخاب المهندس عبد الله العبيكان رئيسا لمجلس الإدارة، وانتخاب عبد الله الخريف نائبا أول للرئيس، وانتخاب عجلان العجلان نائبا ثانيا للرئيس. وأكد المجلس مواصلة دعم المشاريع والمبادرات الهادفة لاستمرار وزيادة تفاعلها مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليا ودوليا. وأكد رئيس غرفة الرياض المهندس عبد الله العبيكان على العمل بجد لتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص. سنعمل بجد لتحقيق المطلوب منا في تفعيل الشراكة سواء مع القطاع الحكومي أو القطاع الشركات العالمية، ومحاولة والسعي إلى موائمة كل الموارد البشرية والمالية اللي في الغرفة أو في قطاع الأعمال أنهم يكونون فاعلين في هذه المرحلة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة الرياض عبد الله الخريف أن المجلس يتطلع إلى إكمال الدعم لمجتمع الأعمال. نحن في هذه الدورة سنكمل مسيرتنا وعهدنا أمام مجتمع الأعمال بأن نكون الداعمين لهم والصوت الحقيقي أمام القطاع الحكومي، وأيضا بالنسبة للقطاع الحكومي سنكون أيضا السند لهم مع القطاع الخاص. وأكد النائب الثاني رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان العمل على تعزيز قطاع الأعمال والإسهام في نمو الاستثمارات. هذه الدورة الجديدة بعون الله تمثل بداية مشرقة لمزيد من الإنجازات والنجاحات التي تساهم في تعزيز دور الغرفة في دعم وتطوير القطاع الاقتصادي بالرياض للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله. وسنعمل على تعزيز ممكنات قطاع الأعمال بما يسهم في نمو الاستثمارات. نشرتنا أنت تذكركم بأبرز ما جاء. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإندونيسي والمغربي مستجدات الأوضاع في غزة. لتقديم رؤية شاملة عن مجالات الصناعات اللوجستية، الرياض تحتضن أكبر تجمع للقطاعات الصناعية في الشرق الأوسط. والمسجد الحرام والعاصمة المقدسة يشهدان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. تحية لكم في أمان الله.